وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمن فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر، يجوز له أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح، يعني إذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ثم بعد ذلك يأتي بالعشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، ثم يسبح ويحمد ويكبر بالأذكار الواردة، إما 10 10 10 أو 33 33 33 أو 33 33 34 أو 33 33 33، ويهلل تتمة المئة، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25. ثم بعد ذلك يقوم ويصلي سنة الفجر، وإن أراد أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح كان ذلك أفضل وأحسن، ولكن إن خشي أن ينساها أو يذهل عنها فيصليها بعد صلاة الفريضة والانتهاء من التسبيح وبه قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. وعمدة القول الأول هو حديث محمد بن إبراهيم عن جدي قيس قال: خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقيمت الصلاة فصليت الصبح معه، ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصليتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. فأقره النبي على ذلك. وهذا الحديث رواه الترمذي، ويعله بعض أهل العلم أنه أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، محمد بن إبراهيم لم يسمع من جده قيس، وعلى ذلك فهذا فيه انقطاع، لكن الشيخ الألباني صحح الحديث، والحافظ العراقي حسنه من طريق آخر فيه رجل من الأنصار، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له شيء، يعني أقره على ذلك. وعمدة الحديث القول الثاني هي صليها بعدما تشرق الشمس وترتفع، هو حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. وأيضا من حديث عمران بن حصين في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر فصلى السنة ثم صلى الفجر، فهذا كله يدل على جواز صلاتها بعد الفريضة وبعد الإشراق وارتفاع الشمس قدر رمح. وبالنسبة لي يصلي بعد ما تطلع الشمس، طبعا إسناده أجود من حديث قيس، وكان ابن عمر يفعله، وقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه قال سفيان يعني الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وبه قال أيضا الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع، وبه قال الشيخ الفوزان، اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع أموات المسلمين وعلى طاعتك احفظ وليدي وارزقني برها يا رب العالمين. تم تحرير صوتي في ظهيرة يوم الأربعاء 17 خلونا من ذي الحجة الحرام لعام 44 و 43 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.